مساء الخير طلاب صف ثالث. بالبداية أرحب بكم بالمحاضرة الإلكترونية الثانية للسمستر الثاني بدرس الرياكتر ديزاين. بداية أحب أن أعتذر عن تأخر المحاضرة بسبب عطل فني بالماي كمبيوتر اللي أدى أنه استحالة تسجيل المحاضرة خلال اليومين. اليوم يلا قدرت أنه أصلح الحاسبة وبالتالي قدرت أنه أنزل البرنامج مرة ثانية أو حتى أسجلكم المحاضرة. محاضرتنا اليوم هي تكملة للشابتر الثالث، متكونة من موضوعين اللي هو السيريز والكومبلكس. راح تشوفون راح يكون التأثير الأكبر أو الشرح الأكثر هو السيريز الكونسيكيوتيف ريأكشنز. راح أبدي بها هسه، وبالبداية أقول لكم ليش أنه كومبير وذ الكومبلكس هو أقل ذاك. إن شاء الله بنهاية المحاضرة راح نتطرق ذاك الموضوع. بالبداية راح ناخذ الفقرة الثامنة طبعا تكملة للمحاضرة. راح ينزل لكم البي دي اف ويا المحاضرة، راح تشوفوه هذا البي دي اف اللي تعتمدوه للشابتر الثالث كتكملة للمحاضرة السابقة طبعا. فهذا صار، واكو طبعا تصحيح نقطة واحدة بالواحدة من الرياكشنات غلطانين بالرموز مالتها صلحتها. فان شاء الله راح نبدي بالمحاضرة مالتنا اليوم. السيريز فور سيريز او الكونسيكيوتيف رياكشنز The most important variables is time. يعني هنا الزمن هو أهم عامل بهذا التفاعل. طبعاً هو الزمن هنا ممكن space time اللي هو التاو اللي أخذناها بالديزاين إذا تذكروا بالشابتر الثاني طبعاً بالفلو رياكتر، والريال تايم اللي هو الزمن تي بالباز رياكتر. شنو السيريز رياكشن؟ سيريز رياكشن إنه هو تفاعل مادة A تنتج لي دي. الدي طبعا تذكروا قبل شوية او قبل المحاضرة السابقة انه هو desired products المادة المرغوبة. هذا desired products مرات من يبقى بالمفاعل لزمن اطول او خلينا نقول بالمفاعلات الـ PFR انه طول مال المفاعل اطول، شو راح يؤدي لي؟ راح يؤدي لي الى نتائج عكسية، ممكن نتائج سيئة اللي هي الـ undesired products او الـ unwanted. فهذا الـ undesired products هو جاي من منه؟ جاي من انه الـ desired products ممكن وممكن لا. هذا انه طبعا بحالات الـ parallel احنا قلناها ممكن انه لا الـ A هو يعطيني اصلا مباشرة undesired products. بس احنا هنا وين راح نركز؟ راح نركز بالتفاعل الـ desired ينطيني، يعني انه A ينطي مادة desired وبنفس الوقت ينطي undesired. طبعا لو تجون بالبداية هنا اكو فلسفة بسيطة للموضوع. If the first reaction is slow يعني الـ A ينطي desired products، يعني إذا الإنتاجية مال desired products هي الخطوة مالتها كرياكشن هي بطيئة، and the second reaction is fast يعني الخطوة الـ desired للـ undesired هي سريعة، it will be extremely difficult to produce a species D. يعني يعني أنه من الصعب أو يصبح صعب جدا أنه ننتج المادة desired. بينما if the reaction the first reaction اللي هو formation of D is fast، يعني الـ A ينطي D هو كل السريع، and the reaction to form the undesired is slow يعني الخطوة الثانية هي البطيئة، a large yield of B. طبعا اكو خلل هنا، هاي بالبي انا صلحت لكم اياها بالنسخة اللي راح ارسل لكم اياها، هاي D desired ده اقصد بها a large yield of desired can be achieved يعني للمادة الرئيسية أو المادة المنتج الرئيسي أنه راح تزيد الإنتاجية مادة. However, if the reaction is allowed to process for the long time in the batch reactor يعني إذا طولنا بالزمن، ممكن أنه بالباز رياكتر مثل أنه تذكرون بالبداية أنا من شرحت لكم أو بالمحاضرة الأونلاين من حكيت لكم بها، يمكن بالنسبة للإنتاج الأسيتك أسيد أو حامض الخليق، ممكن أنه إذا من نأخر الزمن مالته مثلا إحنا خليه زمن خلينا نقول شهر أو 40 يوم، هذه وراها ايش راح يصير؟ راح يصير عندي تفاعلات جانبيه. هاي التفاعلات الجانبيه ممكن تزيد لي بتركيز الخل هو نفسه، وممكن لا تعطيني سايد برودكتس اللي هي انا ما اريدها، ما مرغوبه هاي بالنسبه لنا. فالباز ريكتر هو عباره عن وعاء مثل ما تذكرون خلينا به المواد وغلقناه، فلازم نفتحه ورا زمن معين. هذا الزمن المعين اذا تاخرنا عنه لا راح يصير ديزاير برودكتس ممكن تنتقل الى الانديزاير برودكتس او يصير بيها ديكومبوزيشن انه تتحلل الى مركباتها الاصليه ورا زمن معين.
بالنسبه للفلوري اكتر مثلا التوبلر اكتر اذا طوله كلش طويل مثلا اليوتيوب مالتنا مال البي اف ار كلش طويل خلينا نقول هنا ايش راح يصير ذا ديزاير برودكت دي ويل بي كونفرتد تو ذا انديزايرد يعني بمرور الزمن انه مو راح يستمر هذا الماده او مثلا الماده اي دخلناها للمفاعل هذا بلمسه الكاتاليست او العامل المساعد وبنفس الوقت شنو صار ديزاير برودكت الماده المرغوبه هذا راح يستمر يمشي بالمفاعل مالتنا اليوتيوب ايش راح يصير همين الى مسمرت اللخ الكاتاليست ايش راح يصير بهاي الظروف اللي موجوده وهاي ممكن انه يتكسر ممكن انه يعني كراكنج او هايدرو كراكنج او ايا كان مثلا يصير ايزومرايزيشن بي حسب نوع التفاعل اللي احنا نسويه مثلا راح يصير تفاعل جانبي انا ما راقبه هذا هو ممكن انه هاي الماده هي مهمه بس هي مو الهدف الرئيسي يعني ممكن انه انت تنتج لي ملح من هذا التفاعل بس هو الملح مو مهم هنا أنا. يعني قصدي انه انا ما رايد انا رايد الماده الرئيسيه مالتي الهدف من عندها هو الماده الديزاير برودكتس مالتي فما اروح على الانديزاير طبعا هنا أنا لحل او لفهم هذا الموضوع راح ناخذ مثال المثال الرابع هو مثال توضيحي جدا طويل ممكن بالامتحان ما يجيني هيك مثال لا يجيني بارت من عنده او بارتين من عنده او مثلا بس مطالب يعطيني معلومات ويطلب من عندي مطالب بس هنا هو مثال توضيحي راح يعلمني شلون اسوي معادله للسيريز طبعا المثال اللي امامكم مثال أربعة راح يكون هو فد خلينا نقول معياريه لهذا المثال والمثال الورا ليش راح يعتمد على نفس الارقام بالمثال الورا بس شنو راح يقارن انه الخطوات شوفوا هنا شو راح تمشي وهنا شو راح تمشي فبالبدايه راح نمشي بهذا المثال راح نفتهم الخطوات الرئيسيه اللي هي طبعا خطوات البادجر اكثر ليش هو سؤال هنا حول البادجر اكثر راح ابدي بيه على السريع انه كمنطوق ذا اليمنتري ليكويد فيس سيريز ريكشن هاي هو قايل لي اياها انه اليمنتري ليكويد فيس وسيريز ريكشن اي ينتج لي بي والبي ينتج لي سي بس انتبه الى ثابت التفاعل الاول اي للبي هو كي 1 والبي للسي هو كي 2 هذول جدا مهمات راح نستخدمهم كل شويه وراح نربط بيناتهم طبعا فيرجع الانتباه لهم سكريد اوت ان باج ريكتر هو قايل لانه دا يصير التفاعل بالباج ريكتر هاي جدا مهمه انه احنا مدى نستنتج او مدى نفرض مثل تذكرون بالمحاضره اللي قبلها كنا نقول انه من الظروف راح نعرف منه نوع المفاعل لا هسه هنا هو معطيني مثال توضيحي انه قايل لي الباج ريكتر ذا ريكشن از هيتد فيري رابيدلي يعني جدا سريعه to the reaction temperature where it is held at this temperature until the time it is quenched يعني استمرت هاي درجة الحرارة إلى أن سوينا تبريد مفاجئ الكوينشت هو تبريد مفاجئ ممكن يوصل إلى السالب بالهاي ليش حتى يحولون المواد اكو مواد مثلا تتحول بالتفاعل مالتنا هذا ممكن تتحول من طور الى طور فشي يسوون بدرجه حراره معينه طبعا هاي ممكن انه هاي المواد راسا يغطسون المفاعل نفسه هو او النواتج هم يعني خلينا نقول البازر اكثر كله يغطسوه بمي ممكن او يغطسوه بثلج مباشر او يغطسوه بثلج ويا ملح او ويا اسيتون حسب درجه الحراره اللي يريدها ليش هذا يصير مفاجئ للغازات راح يسويها يكثفها ويرجعها الى المواد الاصليه مالتها فهنا عندنا ثلاث مطالب المطلب الاول plot and analyze the concentration of species A و B و C as a function of time يريد انه نوجد له معادله نحللها ونوجد معادله للتراكيز لل A وال B وال C اللي هم هذول اللي امامكم اللي A B الاي والبي والسي بعدين calculate the time to quench the reaction when the concentration of B will be maximum يعني هذه طبعا فقرة راح تشوفوها من راح نوصلها شنو ده يقصد بالماكسيمم من يوصل concentration maximum شو راح ينطيني هو يريد الزمن عندها what are the overall selectivity and yields هاي انتو اخدتوها راح تعرفون يا selectivity راح نحسب بيها ويا yield at the quench time additional information هو منطيني معلومات إضافية أنه منطيني CA نوت هي 2 مولاريتي ومنطيني الكي 1 اللي هو هذا الثابت الأول هو 0.5 1 over hour والثابت الثاني 0.2 1 over hour لهنا راح أتوقف بالجزء الأول من محاضرتنا